نستعد للنقاش والحديث من خلال الجلسة الأولى لهذا الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية. الجلسة الأولى تحت عنوان دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة الطبية والحديث عن التأمين الصحي الشامل في مصر. يرأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور إيهاب أبو المجد، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ممثلاً عن مقدمي الرعاية الصحية والتأمين الطبي للقطاع الخاص. يشارك في الجلسة المستشار رضا عبد المعطي السيد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة GIG للتأمين، والأستاذ الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس شركة عناية مصر. كل الشكر لرئيس الجلسة والسادة المتحدثين، وأترككم مع هذه الجلسة التي ستبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مرة تانية. اسمحوا لي نبتدي فعاليات الملتقى بالجلسة الأولى، واللي هتناقش ما هو دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. الحقيقة زي ما أنا قلت في الكلمة الافتتاحية، ده أحد أهم المواضيع اللي بتشغل بال القطاع كله والصناعة كلها، لأن هو ده المستقبل. يمكن في اغلب المناقشات والمحاضرات اللي يعني شاركنا فيها قبل كده قلنا ان احنا مش بنخترع العجله، ده اللي حصل في العالم كله. دول العالم اللي طبقت منظومه تامين صحي شامل او منظومه تامين صحي حكومي بشكل عام، ظل هناك دور هام بيلعبه قطاع التامين الطبي الخاص. الحقيقه الملف ده هوت من اهم الملفات اللي احنا تقريبا بقالنا سنه ونص شغالين عليها، بنناقش الدور ده يبقى عامل ازاي، ايه المطلوب من الدوله من تشريعات علشان تفتح الباب ده هوت وتؤصل اليه، وايه المطلوب من القطاع. ويمكن ده اللي انا دايما بتكلم فيه، هو قطاع او صناعه التامين الطبي والرعايه الصحيه كيف يجب ان يطور نفسه، كيف يجب ان يتواكب ويتلائم مع منظومة تأمين صحي شامل أصبحت أمر واقع تدعمها الدولة ووراءها إرادة سياسية قوية جدا، لأنه أحد المشاريع القومية للدولة وأحد أهداف 2030 أن يتم استكمال منظومة تأمين الصحي الشامل لتغطي جميع المواطنين في 27 محافظة ماكسيمم باي أو بحلول 2030 إن شاء الله. إذن هناك دور يجب أن تقوم به الدولة، وهناك دور يجب أن يقوم به السوق أو الصناعة. إيه هو الدور؟ إيه المطلوب؟ كيف يتم التمهيد له؟ طيب، السؤال اللي دايماً بيطرح، طب هي إيه بقى؟ إيه هو يعني إحنا القطاع مفروض يقدم إيه؟ فابتدى يظهر ما نسميه الخدمات المساعدة والخدمات المكملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. إزاي ممكن يبقى فيه small benefit bouquets تكمل البيزك بينفيت باكج الذي تقدمه الدوله. ده نوع
طيب كيف ممكن أن يكون ويسمح به أن يكون في ما يسمى بالدبل إنشورنس؟ فهل هيسمح بأن حدوث ريمبيرسمنت ولا هيفضل مقصور على الحالات الطارئة فقط؟ وهكذا. دي كلها مواضيع هنحب أن احنا نناقشها، وكل ده هو يجب أن يتم بمساعدة ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن هي جهة الإشراف والرقابة على صناعة هامة جدا وكبيرة جدا وبتنمو بصورة مضطردة بأكثر من 100% كما أشار الدكتور محمد عمران في كلمته. فهيبقى دور إيه الهيئة في حاجة زي كده؟ ليس فقط في إن هي بتنظم السوق، ودي نقطة مهمة جدا، في إن هي بتشرع لقانون جديد، قانون التأمين الشامل، واللي هو لأول مرة زي ما قلنا أوجد بابين لتنظيم صناعة التأمين الطبي بشكل خاص. ده له مردود طبعا، لأنه هيجيب كفاءات في هذا المجال وشركات عالمية مستنية تخش مصر مع إقرار مثل هذا القانون، لأنه حضرتك عارف أي انفستر، أي مستثمر ما بيقدرش يخش بلد إلا ما يكون فيها حاجتين أساسيتين: بيئة تشريعية مناسبة وأمن واستقرار. وهو ده الحمد لله إحنا بنتمتع بيه في مصر حاليا. طيب بالإضافة إلى ما تقوم به الهيئة في هذا، هناك دور مهم جدا سياسي، اللي هو برضو أشار إليه الدكتور محمد عمران، إنه إزاي تتعاون هيئة الرقابة المالية مع الاتحاد المصري للتأمين أو ممثلين هذه الصناعة وبما فيها الرعاية الصحية، لأنها هتبقى خلاص تحت إشراف الهيئة، إزاي يتعاونا في الحديث والمناقشة والمفاوضات مع الجانب الحكومي، مع هيئة التأمين الصحي الشامل، عشان نصل إلى هذا الدور. الحقيقة موضوع كبير جدا. أنا شايف، ومش من نظرتي أنا زي ما قلت، ده من اللي شفناه في العالم كله، إن هو ده مستقبل القطاع. لن يعمل قطاع التأمين الطبي أو صناعة التأمين الطبي، بتكلم على هذا الفرع بالتحديد، بمعزل عن منظومة التأمين الصحي الشامل. يجب أن يكون جزء منه وجزء فعال، ويكون داعم لهذه المنظومة. وده على فكرة بأوجه كتير. قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية لما يخش ويساعد في منظومة التأمين الصحي الشامل، مش بس عشان يستفيد، لا لا، ده هو هيفيد الدولة وهيفيد المواطن بخدمة أفضل وبشبكة أفضل ممكن جدا، وبحاجات كتير يعني مش عايز أقولها دلوقتي، يمكن هتيجي في النقاشات، هتؤدي إلى تحسين لهذه الخدمة. مش هطول على حضراتكم، اسمحوا لي أرحب طبعا بضيوفي في الجلسة الأولى، ويمكن أنا عايز أبتدي بسيادة المستشار رضا عبد المعطي نائب الهيئة العامة للرقابة المالية. محتاجين نسمع من حضرتك رؤية سعادتك شخصيا، رؤية الهيئة لكيفية دعم قطاع وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تأصيل دورها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. تفضل يا فندم. أهلا بك دكتور إيهاب، أنا بشكرك حقيقي وبشكر جميع السادة الحضور. يعني الواضح ان في اتفاق تام من جميع الاطراف، مش من دلوقتي، من فترات طويله، على اهميه التعاون بين القطاع العام اللي هو الدوله وبين القطاع التامين الطبي الخاص، وان لازم الاثنين يشتركوا في تسيير منظومه التامين الصحي الموجوده، ونجد صيغه تعاون مشترك بين الاثنين. هي قبل ما اشرح دي انا عايز بس اقول احنا كلنا دخلنا في التفاصيل ونسينا ايه هو نظام التامين الصحي الشامل مع فضول القانون، عشان اقدر اقول لازم نعرف ايه هو التامين الصحي الشامل في القانون الحالي، نظم ايه عناصر الرئيسيه، وبعدين نقول احنا هنتعامل معاه ازاي. حقيقي قانون التامين الصحي الشامل ده القانون 2 لسنه 2018، انا مش هشرح القانون كله، انا اقول العناصر اللي تهمنا بس. القانون صدر في يناير 2018، وصدرت لائحته التنفيذيه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 سنه 2018 في مايو 2018. أبرز ما ورد في القانون ما نصت عليه المادة الأولى من مواد الإصدار، اللي قالت تسري أحكامه إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية، واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج، وكذا المقيمين مع أسرهم بالخارج. المادة 60 من نفس القانون قالت يجوز للهيئة، لهيئة التأمين الصحي الشامل، تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والشرفات التي تضعها وشرط المعاملة بالمثل. إذا القانون يشمل إلزاميا جميع المواطنين المقيمين على أرض مصر واختيار المصريين المقيمين في الخارج، ويجوز أن يشمل الوافدين والأجانب المقيمين على أرض مصر. ده المنظومة اللي بيغطيها التأمين الصحي الشامل يا دكتور إيهاب.
تمام يا فندم. اللائحه التنفيذيه للقانون قالت التامين الصحي الشامل يغطي جميع المواطنين المنصوص عليهم في الماده الاولى من القانون رقم 2 لسنه 2018 من الميلاد حتى الوفاه بكافه انحاء الجمهوريه تدريجيا، ويقدم خدمات في حالات المرض واصابات العمل بكافه مستويات الرعايه الصحيه. فبيغطي من الميلاد للوفاه وبيشمل اصابات العمل وكل ما يتعرض ليه. القانون نص في مادته الثانيه فيما عدا خدمات الصحه بديل في خدمات المستثناه، ما عدا خدمات الصحه العامه والخدمات الوقائيه والخدمات الاسعافيه وخدمات تنظيم الاسره والخدمات الصحيه الخاصه بتغطيه الكوارث والاوبئه وما يمثلها من خدمات تلتزم الدوله بتقديمها مجانا، دي الخدمات اللي بتقدم مجانا، يطبق احكام التامين على الخدمات الصحيه التامينيه وما ينتج عن اصابات العمل. استثنى الحاجات اللي انا قلتها وكل الباقي ده خاضع لاحكام قانون نظام التامين الصحي الشامل. القانون انشا ثلاث هيئات الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل دي بتتولى الاداره والتمويل للنظام، والهيئه العامه للرعايه الصحيه اللي بتتولى تقديم الخدمات الصحيه والعلاجيه، والهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه بتهدف الى ضمان جوده الخدمات الصحيه والتحسين المستمر ليها، واعتقد دي خاضعه لرئيس الجمهوريه او تابعه لرئيس الجمهوريه مباشره. القانون نص الماده الثالثه على ان تشمل خدمات النظام مجموعه الخدمات الصحيه التامينات لكافه الامراض تقدم للمؤمن عليه داخل جمهوريه مصر العربيه، سواء كانت خدمات تشخيصيه او علاجيه او تاهيليه او فحوصات طبيه او معمليه، والهيئه بناء على عرض لجان مختصه اضافه خدمات اخرى. دي يعني بيغطي كل الخدمات التشخيص والعلاج والتاهيل، وممكن تضيف خدمات اخرى للهيئه العامه للتامين الصحي. تكون الهيئه لهيئه التامين الصحي مسؤوله عن متابعه الماده 10 علاج المؤمن عليهم لدى اي من جهات تقديم الخدمات الصحيه التي يتيحها النظام الى ان يتم شفائه وما تستقر حالته او يثبت تعجزهم. تلتزم الهيئه بشرع الخدمه الصحيه لاصحاب نظم الحته اللي بتهم شركات التامين، تلتزم الهيئه بشراء الخدمات الصحيه لاصحاب نظم التامين او البرامج الصحيه الخاصه، سواء كانت الخدمه مقدمه بمستشفيات الرعايه الصحيه او بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحه الاسعار المطبقه بالهيئه. دي الاطار العام لنظام التامين الصحي الشامل، بيشمل جميع المصريين اللي مقيمين على ارض مصر واختياريا اللي بره مصر، وبيشمل يجوز ان يشمل الاجانب والوافدين المقيمين على ارض مصر. يغطي جميع حالات التامين الصحي سواء الكشف او العلاج او اعاده التاهيل. ده النظام التامين الصحي هو حقيقي طفره هايله، لكن هو ده النظام اللي احنا بنقول عليه القائم، اللي احنا المفروض كشركات تامين نفكر ازاي نستفيد من النظام بالصوره الموجوده دي. هي برضه انا عايز اقول اشكر الدكتور ايهاب لانه اشار ده ان في هم اتشكلت لجنه تشريعيه تبع الهيئه عشان تنظر في تعديلات لمشروع القانون، واعتقد ان في حسب برضه مصرح به الدكتور ايهاب باعتبار المتحدث الرسمي للهيئه العامه للتامين الصحي فيها الشامل ان في حوالي 40 تعديل. تمام. احنا حقيقه ما نعرفش التعديلات ايه، لكن في بعضها مقترحات تقدم بها الاتحاد، واحنا قبل كده في الهيئه يمكن ارسلنا بعض التعديلات، ودي نتيجه مناقشات حقيقي بتجريها الهيئه مع كل الاطراف مش احنا بس، من جهات اخرى خلال فترات. لكن ده الصوره اللي المفروض مننا كقطاع تامين خاص هنتعامل معاها، الى ان تتم التعديلات يبقى هنتعامل في ضوء الوضع الحالي باعتبار التعديلات دي بنسعى في اطار التعديلات ايه اللي ممكن نعمله في اطار الوضع الحالي، ده اللي هنبحث فيه. احنا جنب ده نظام التامين الصحي الشامل، جنب ده في قانون التامين بقى، يعني ده عندنا قانون التامين الصحي الشامل وقصاده قانون التامين. قانون التامين الحالي هو قانون 10 سنه 81، ما كانش طبعا طلع لسه التامين الصحي الشامل، كان قديم قوي، لكن احنا واحنا بنعمل التعديلات اللي كانت موجوده برضه كان لسه يعني خدت وقت، ما كانش تعرضت للجزء ده، انما احنا حقيقه قعدنا ننظم قطاع التامين الطبي في مصر كله، وكانت اتفقت الاراء على حاجات كتير. مشروع القانون الجديد يمكن كما اشار الدكتور ايهاب وكما اشار الدكتور محمد وأبي يمكن في كلماته، انا حقيقي اهتمينا قوي بقطاع التامين. احنا عندنا
يعني في اللي شغال بالاضافه لشركات تامين. عندنا نوعين شركات اداره رعايه في تي بي اي والاتش ام او، دول مش خاضعين اصلا لرقابه الهيئه لغايه النهارده. كانت الفكره ان احنا نضمهم في مشروع القانون عشان يبقوا في الاقتصاد الرسمي ونظمناه. احنا هنصنا في القانون على اجازنا اللي بيفتكر تاني عشان مش عارف تفاصيل كتير. احنا عندنا في القانون الحالي بيتكلم على التامين الطبي قصير الاجل، ده نوع، والتامين الطبي طويل الاجل وده نوع تاني. في مشروع القانون اجازنا انشاء شركات تامين طبي متخصصه هتجمع الاثنين بين التامين الطبي قصير الاجل وطويل الاجل، او ما يرتبط بيهم من انشطه ثانيه. يعني هتشتغل دي ممكن تاخد انشطه مكمله للنشاطين. اجازنا اخضعنا لشركات الرعايه الطبيه تي بي اي لرقابه الهيئه، واجازنا انشاء شركات في راس مال بيحدده مجلس اداره الهيئه العامه بما لا يقل عن 15 مليون جنيه. شركات التامين الطبي المتخصصه اللي مطروح فيها في مشروع القانون تبقى ما تقلش عن 60 مليون جنيه، مع مراعاه ان شركه التامين اللي هتشتغل في التامين بصوره عامه راس مال موجود في القانون 150 مليون جنيه، يعني دي تقريبا اقل من النص بتاع الشركات. هتشتغل في لاين واحد موجود فيها، هتبقى متخصصه فيه. ده مشروع القانون الجديد اهتمينا فيه، دخلنا شركات التي بي اي فيه. اعتقد شركات تي بي اي انتوا عندكم يا دكتور ايهاب في الجمعيه لوحديها في 82 عضو، تمام، شركه اعضاء، فعندنا القطاع فيه 82 شركه. اعتقد ان هم الحقيقي اكتر من كده طبعا، لان مش كل الشركات عندكم، في اكيد شركات بره. انما تخيل ان احنا هندخل كل هذه الشركات ضمن اطار منظومه التامين في اللي عندنا، وهيعاد تنظيمها في الوظيفه. ده مشروع القانون الجديد اللي هيتم. قطاع التامين الطبي عندنا لازم تبقى عارفين، يمكن اشار كل الزملاء لحجم نشاط شركات التامين الطبي. احنا عدد الشركات اللي بتزود نشاط التامين الطبي وتخضع على رقابه الهيئه العامه للرقابه الماليه 26 شركه تامين، بلغ حجم اقساطها ده في 30/6/2019 5 مليار 735 مليون جنيه مصري، منهم 19 شركه متزاوله التامين الطبي قصير الاجل باجمالي اقساط 3 مليار 699 مليون جنيه، ده برضه في 30/6/2019. وفي 7 شركات متزاوله التامين الطبي طويل الاجل بلغت اقساطها 2 مليار 36 مليون جنيه تقريبا في 30/6/2019. جميع الشركات التامين المرخص لها ان هي متزاوله نشاط تامينات الاشخاص او نشاط تامين الممتلكات والمسؤوليات مرخص لها طبعا، ومزاولة نشاط التأمين الطبي والحوادث الشخصية قاصر فروع التأمين نص عليها بالقانون رقم 10 سنة الولايات التنفيذية. الاختلاف الأساسي ما بين وثائق التأمين الطبي بشركات تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات إن مدة الوثيقة بتبقى سنة في التأمين الطبي القصير و 367 يوم في تأمينات الأشخاص اللي هي طويل الأجل، وذلك دول الواقع الفعلي. أنا بس عايز أقول إن الأرقام اللي إحنا ذكرناها دي في 30/9/2019. في أرقام تاني لسه تحت الفحص والدراسة، إن في 30/6/2020 الأرقام دي تقريباً بلغت 4 مليار و4 مليار جنيه في 30/6/2020. ده بالنسبة لشركات التأمين. يضاف ليها طبعا الشركات تي بي اي اللي تقريبا بتصدر حجم صدر بحوالي 4 مليار. حقيقي الارقام اللي احنا بنقولها دي ارقام تقريبيه، لان احنا عندنا في بعض الشركات، يعني احنا بناخد الارقام اللي عندنا في التامين تبعنا وبناخد الارقام من جمعيه التامين، لكن في حاجات لا تبع لدي ولا تبع للجمعيه ولا تبع للهيئه، فاقساط اللي بتعملها ومحاصيل نشاطها لا انا قادر اراقبه ولا شركه ولا الجمعيه بتاعه الدكتور ايهاب قادره تطلعه على وجه التحديد فيها. وبعضهم بنحاول لما يطلع مشروع القانون هتبقى يمكن الارقام اكثر تفصيلا منه. ده حجم النشاط عندي اللي بلغ تجاوز 8 مليار
جنيه لو ضمينا الشركات تي بي اي جاب اقتصاد تامين عندنا، ده نشاط ضخم نحرص على ان يقدم خدمه للدوله ويساعدها في اداره منظومه التامين الصحي الشامل. المقترحات ايه؟ ايه اللي ممكن نقدمه من الناحيه الفنيه؟ ده اللي يمكن الاتحاد كان قدم بيه هدف الاعلاء، بيتكلم على التفاصيل الفنيه في مساله هو يعمل ايه. احنا مع الاتحاد بندرس فنيا الفنيين عندنا ازاي نتواصل، هل هتبقى في الاداره ولا نقدم منتجات تامينيه جديده. ده شغلات الاتحاد مع اللجان الفنيه واحنا بندعمهم في القطاع ده فتره الاعلاميه. شكرا. شكرا سياده المستشار على طبعا توجهات الهيئه على دعمها وعلى الارقام اللي حضرتك ذكرتها. وسؤالي التالي للاستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين. يمكن جمعني انا وحضرتك الكثير من المناقشات وورش العمل والمحاضرات في هذا الدور يمكن في اخر سنه، انتهى الى ان الاتحاد عنده دلوقتي رؤيه، عنده موقف وطلبات محدده تم ارسالها عن طريق الهيئه الى هيئه التامين الصحي الشامل. وزي ما انا ذكرت وزي ما سياده المستشار اشار، فعلا هذه الملاحظات تم دراستها واخذت في الاعتبار وكانت ضمن المواد التي تم تعديلها في قانون 2 ل 2018 الخاص بالتامين الصحي الشامل. رؤيه اكثر تفصيلا طلبنا من حضرتك ايه رؤيه الاتحاد لدور هذه الصناعه الهامه في تقديم الخدمه تحت مظله التامين الصحي الشامل. اتفضل. شكرا دكتور. احنا الحقيقه طبعا خليني اشكر بس المستشار ده لان هو ادي ملخص عن ايه اللي حصل من ساعه لما ابتدى القانون يطلع. وانا برضو عايز ارجع لسنه 2018، احنا في الاتحاد كنا استضفنا الدكتور محمد معيط، والحقيقه كان جلسه مع الاعضاء المتدربين بس بتوع الشركات سواء تامينات الحياه او الممتلكات، وكنا يعني بمنتهى الصراحه اتكلمنا مع الدكتور محمد ان احنا شايفين او في تخوف من بعض الزملاء كان في الوقت ده ان ممكن شركات تامين اللي بتقدم خدمات التامين الطبي يكون ملهاش دور في المرحله اللي هيتم تطبيق فيها منظومه التامين الصحي الشامل. وده تخوف احنا قلناه بمنتهى الصراحه، ويمكن المستشار دلوقتي بيتكلم على اقساط تقريبا 8 مليار جنيه، وده حجم كبير جدا بالنسبه لسوق التامين. ما ينفعش ان احنا في اي وقت من الاوقات نحس ان هو مش موجود بالنسبه لنا، بالعكس احنا كشركه تامين وده اللي قلناه للدكتور محمد في الوقت ده، عندنا القدره ان احنا نقدم منتجات تساعد مع منظومه التامين الصحي الشامل. الحقيقه كان يعني يمكن في سنه 57 لما ابتدى التامين الصحي عموما في مصر، وان الحكومه كانت هي واخده على عاتقها انها بتقدم تامين صحي للمواطنين، يمكن طبعا ما فيش مقارنه بال اللي حصل 57 والقانون الجديد، ولكن الفكره كانت موجوده ان الدوله هتقدم تامين صحي للمواطنين. شركات التامين برضو لعبت دور كبير جدا في الفتره دي، وده اللي انا قعدت اقوله الحقيقه لزمايلي ان احنا اكيد عندنا هيبقى لينا دور. والدكتور محمد مشكورا الحقيقه اضافت ماده في القانون خلت شركات التامين تبقى عندها اطمئنان الى حد كبير ان احنا هيكون لينا دور في الفتره اللي جايه. لما ابتدت المنظومه احنا الحقيقه عملنا كذا اجتماع وفي ورش اتعملت، يمكن اخر واحده فيهم كانت في الاقصر في شهر فبراير قبل الموضوع بتاع الكوفيد 19، واتكلمنا فيها بمنتهى الصراحه ايه اللي ممكن احنا كشركات تامين نقدمه وايه الدور بتاعنا كسوق تامين مصر. وبعد لما رجعنا الحقيقه قدمنا وايت بيبر يعني او ورقه عمل لهيئه الرقابه الماليه، لان احنا لما بنحب نخاطب اي جهه حكوميه لازم تكون عن طريق الهيئه، والحقيقه الهيئه تفهمت دورنا وبعتنا الحقيقه للهيئه ايه اللي ممكن نعمله. وقدمنا العديد من المقترحات واعتقد ان الهيئه خدت ده لمرحله بعد كده. يمكن النهارده الدكتور محمد عمران طلب ان احنا نقدم حاجه ثانيه بتعامل مع الهيئه، وبرضه هيبقى في لقاء نعمله مع المستشار رضا والزملاء في الهيئه نقدم برضه حاجه ثانيه او يعني تاكيد على ما تم تقديمه. انا عايز بس اقول بالظبط احنا ايه المقترحات اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا المقترح الاولاني اللي اتكلمنا فيه ان تسمح الدوله لشركات التامين بالتعاقد مع العملاء مباشره بمستوى تغطيه ومميزات يختارها العميل، بالاضافه الى برنامج التامين الصحي الحكومي.
يعني يكون عندنا احنا كمان وثائق، العملاء يقول لك انا عايز ادعم مع شركات تامين بالاضافه للبرنامج اللي انا واخده من الحكومه. على سبيل المثال مثلا يكون في بعض الحاجات اللي يمكن ما تقدرش الحكومه تقدمها زي درجه الاقامه في المستشفى، زي الشبكه الطبيه، احنا ده كشركات تامين عندنا القدره ان احنا نقدمه بشكل كويس. على ان يدفع العميل اشتراك لشركه التامين مكمل للاشتراك اللي بيدفعه للدوله، وفي هذه الحاله تغطي شركه التامين العميل بالكامل وتسترد من الدوله تعويضات الجزء المغطى بالتامين الحكومي. يعني في كما لو كان ريمبيرسمنت او احنا بنعتبر الدوله معيد تامين لنا، فاحنا نقدم الخدمه وهنسترد جزء من التعويضات طبقا للجداول اللي الحكومه عاملاها في منظومه التامين الصحي الشامل. وبالتالي طبعا ده هيخلق دور لشركات التامين الطبي، وفي نفس الوقت ما بينهيش او ما بيلغيش الدور اللي بتعمله الحكومه في منظومه التامين الصحي الشامل. المقترح الثاني اللي احنا قدمناه او هنقدمه بقى في اللواء الجديده ان يتم اعطاء مهام التسويه الماليه لشركات التامين. شركات التامين حضراتكم عارفين عندها سيستمز وعندها قدره على تسويه تعويضات، وبالتالي عندنا القدره ان احنا نسهل على منظومه التامين الصحي الشامل الدور اللي بتلعبه في التعويضات. احنا عندنا السيستم جاهزه، عندنا التعاون سواء مع شركات التي بي اي مع مقدم الخدمه او التعاقدات المباشره مع مقدم الخدمه عن طريق شركات التامين، ده موجود فعلا معمول بيه دلوقتي. فاحنا ادينا اقتراح ان يتم اعطاء مهام التسويات الماليه لشركات التامين بحيث تقوم هذه الشركات باستلام الاقساط من الافراد من عملاء شركات التامين يعني، ودفع صافي مستحقات مقدمي الخدمة الطبية سواء مستشفيات أو مراكز علاج أو صيدليات، وذلك بعد خصم قيمة التأمين الصحي الحكومي من الخدمة الطبية المقدمة للعميل. ويعد تطبيق هذا المقترح من شأنه أن يخفف عن كاهل الحكومة المصرية وعن منظومة التأمين الصحي الشامل عبء التعامل مع آلاف الشركات. يعني احنا بنحل محل المنظومة في أن احنا بنتعامل ونتعاقد مع مقدمي الخدمات، وده هيسهل كتير على منظومة التأمين الصحي الشامل. المقترح الثالث ان يتم تقديم تغطيات تأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط. يعني ممكن شركات التأمين تتبنى هذا المشروع، وتقوم الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي الشامل بتسديد قيمة القسيمة لشركة التأمين. يعني الدولة هتحصل القسط من المواطن وتسدده لشركة التأمين طبقا لاختيار المواطن ورغبته في اختيار شركة التأمين، وبموجب القسيمة الصحية يتمتع المواطن بحزمة من المنافع والمزايا الصحية التي تقوم بتقديمها شركات التأمين في صورة وثيقة تأمين صحي ليه ولعائلته. ويتسم نظام القسائم الصحية اللي احنا اقترحناه بأنه سيوفر الخيارات والبدائل المختلفة للمواطنين، وسينهض بجودة الخدمات التأمينية والصحية لا سيما تحسين معايير تقديم الخدمة وتعزيز فرص التميز وتجويد أداء شركات التأمين بما يرفع مستوى التنافس بينها، ويدفع المواطنين لاختيار الشركه اللي بتقدم خدمه تامينيه افضل. كما يتيح هذا النظام للمواطن طبقا لرغبته شراء منافع تامينيه اضافيه وتكميليه. يعني مش بالضروره يختار بس التامين اللي هو موجود في منظومه التامين الصحي، ولكن القسائم الصحيه دي هتدي له كمان الفرصه انه ياخد حاجه اضافيه او يطلب تامين اضافي او مكمل للخدمه اللي عاملها منظومه التامين الصحي الشامل. الحقيقه دي يمكن اهم المقترحات اللي احنا قدمناها، وكان في يمكن مناقشات ثانيه، واعتقد ده يمكن ما بيخصش قطاع التامين بس لوحده، ولكن بيخص يمكن القطاعات كلها. طبعا حضراتكم عارفين ان المساهمه التكافليه هي 2.5% من اجمالي الدخل بتاع الشركات، وده مش شركات تامين بس ولكن الشركات كلها. ويمكن احنا كنا قدمنا مقترحات برضه، اعتقد يمكن الدكتور ايهاب قال ان ده بيتناقش، ان ده يتم تحديده من الصافي الارباح وليس من اجمالي الدخل. طبعا لان ده يمكن اجمالي الدخل لو بصينا هنلاقي انه بيتداخل كتير في بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الصناعيه والتجاريه. فده يمكن كان مقترح اتقدم يمكن بعيد شويه عن التامين، لان ده اتقدم يمكن على مستوى القطاعات الثانيه مختلفه، ولكن انا اتخيل ان ده من ضمن الحاجات اللي يتم مناقشتها. يمكن انا حبيت ادي بس ملخص عن الدور اللي احنا ان شاء الله يكون لنا سبيل في تحقيق نجاح لمنظومه التامين الصحي الشامل بالتعاون مع شركات التامين وشركات الرعايه الصحيه. وده اللي احنا باذن الله يعني هنتفق مع المستشار رضا ان يكون في جلسه ان احنا نقدر نقدم تاني حوائط عمل زي ما اقترح الدكتور محمد عمران،
يعني انا هكتفي بهذا القدر علشان لو كان في اسئله بعد كده. تمام، شكرا استاذ علاء، وحضرتك اوضحت رؤيه الاتحاد، وجميل ان حضرتك اديت نبذه عن الطلبات التي تم ارسالها كمان الى الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل. وزي ما كنا بنقول دايما هو ده الدور المطلوب، والطريق طويل، وبالعكس في هناك استجابه الحقيقه من الدوله وممثله في الهيئه التامين الصحي الشامل لفعلا تاصيل دور فعال لصناعه التامين الطبي الخاص. اسمحوا لي ارحب استاذ الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب بشركه عنايه مصر، ونائب رئيس الجمعيه المصريه لاداره الرعايه الصحيه. دكتور شريف، بعد ما استمعنا لرؤية صناعة التأمين فيما تراه من دور ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك إيه رأيك، ما هو دور شركات إدارة الرعاية الصحية أو ساعات ما تسمى شركات إدارة النفقات؟ هل هناك دور حضرتك شايفه الجمعية والقطاع شايفينه لشركات التي بي اي او الثيرد بارتي ادمنستريتور او هي شركات اداره الرعايه الصحيه ضمن منظومه التامين الصحي الشامل، ولا الدور فقط مقصور على شركات التامين ودور شركات الرعايه الصحيه انها بتدير ليها؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر حضرتك على هذه الاستضافه و المايك. صوت في حاجه؟ شوف خبط كده. لا ناحية. شوف كده، تعال تعال، هيفتحوا من هناك. ها ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك دكتور ايهاب على الاستضافه، ويمكن انا بتكلم من مقعد شركات الرعايه الصحيه. طبعا احنا عندنا يعني تخوف وعندنا قلق من ساعة القانون ما طلع. شركات إدارة الرعاية الصحية بمنتهى البساطة هي شركة بتدير محفظة التأمين الطبي، وبتبقى يعني هذه الإدارة لها محاور مختلفة، لها اتصال بشركة التأمين، بالعميل، بمقدم الخدمة. دول الثلاث محاور اللي شركات إدارة الرعاية الصحية بتتحرك فيهم. وبالتالي في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد أما صدر ما جابوش طبعا سيرة لا لقطاع التأمين ولا لقطاع إدارة الرعاية الصحية. وبالتالي إحنا يعني ما نقدرش نشتغل إلا إما من خلال إدارة لمنظومة تأمين خاص أو منظومة تأمين حكومي. إذا شركات التأمين قدرت في الحوار مع الدولة أن تصل إلى معادلة تسمح بإصدار وثائق التأمين، ويبقى في reimbursement لشركات التأمين من الدولة، إذن في هذه الحالة سوف نستمر في ممارسة دورنا في إدارة محافظ التأمين الطبي لشركات التأمين. ويعني ده برضو نقطة مهمة جدا، لأن في تصوري الشخصي صعب جدا ان الدولة في ضوء المنظومة الضخمة دي تقدر انها تلبي كافة الاحتياجات لكل فئات الشعب. يعني خلينا نقول بمنتهى الامانة ان سبب النجاح في نظم الرعاية الصحية في دول قريبة مننا زي دول الخليج مثلا، هو ان الدولة ادت لشركات التأمين الرخصة انها تطلع البوليصة بقواعد محددة حددتها لها، وشركة التأمين باعت البوليصة والناس اخذت
في مينيمم ريكويرمنتس اشتغلت عليها، واللي عايز اكتر البوليسة بتبقى فيها يعني بنفيتس زياده، وبالتالي الوضع استقر بسهوله، والوضع ناجح في السعوديه، في الامارات، في الدول اللي حوالينا الحقيقه. انما يمكن هنا الوضع عندنا لسه صوره الشركات التامين ودورها مش واضح، فاحنا بنتمنى ان يعاد النظر في الدور الرئيسي بتاع شركات التامين في مشاركه الدوله في اصدار الوثائق دي والريمبرسمنت من الدوله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه فيما يتعلق بان انا ادير لصالح الدوله. الحقيقه برضو انا شايف ان اداره منظومه الرعايه الصحيه بما لشركات الرعايه الصحيه من خبره طويله فيه تستطيع انها تساعد على اكثر من محور. المحور الاولاني طبعا هو في سرعه اداء الخدمه. سرعه اداء الخدمه نقطه مهمه جدا في المنظومه. خلينا نقول ان احد مشاكل نظم الرعايه الصحيه في العالم كله هي الكيوز اللي بتبقى في طوابير الانتظار اللي بتنتظر اداء الخدمه. يعني يمكن لنا زملاء مثلا في بلد زي كندا ممكن يقابل الدكتور بعد 3 اشهر، يعني لو هي الحاله ما هياش حاله يعني ايمرجنسي ممكن يستنى في طابور انتظار 3 اشهر، ممكن يستنى في طابور انتظار في عمليه جراحيه برضو فعلا من شهرين لثلاث اشهر. اذا دور شركات الاداره في هذا الموضوع وفي عمليه الاسراع في تقديم الخدمه ده دور انا شايفه مهم جدا. الجزئيه الثانيه برضو فيما يتعلق بالتقسيم الجغرافي لمنظومه الرعايه الصحيه الحكوميه. النهارده احنا بدانا في بورسعيد. سؤالي الحقيقه ليه بورسعيد بدات بعيدا عن الشركات اداره الرعايه الصحيه وبعيدا عن التامين الخاص؟ شركات مقدمي الخدمه في بورسعيد، المقدمي الخدمه من القطاع الخاص، كم واحد قدم وعشان للاعتماد وعشان يشترك في المنظومة؟ يعني العدد أعتقد أنه عدد صغير. شركات مقدمي الخدمة من القطاع الخاص الأنين من الدخول في المنظومة وما زالوا يعني بيقدموا رجل وبيأخروا رجل. شركات الرعاية الصحية بتدير، أما بتدير لصالح الدولة وبتتعامل في شبكة طبية محددة، والشبكة الطبية بتاعت القطاع الخاص على صلة جيدة بهذه الشركات وتستطيع انها يعني تسرع لهم عملية سداد مستحقاتهم، تتابع على مدار الساعة شكاوى المرضى، ودي نقطة مهمة جدا برضو، جزء المرتبط بجودة الخدمة المقدمة والرقابة عليها وكيفية متابعة المريض ومتابعة شكواه عملية الرقابة المستمرة على مقدم الخدمة من القطاع الخاص. أعتقد أن شركات إدارة الرعاية الصحية يبقى لها دور في هذا الكلام، وإحنا بنطالب كشركات إدارة الرعاية الصحية بأن ينظر في عملية تقسيم المحافظات وإعطاء جزء من الإدارة لشركات الإدارة. وجربونا، يعني بنقول للحكومة جربونا. الأقصر احنا داخلين الأقصر، حضرتك عارف ان الأقصر عندها برضو مشكلة في مقدمي الخدمة وفي قصور في الأماكن اللي بتقدم الخدمة اللي هي تابعة للدولة. طيب شركات إدارة الرعاية الصحية عندها شبكة موجودة من القطاع الخاص وتستطيع انها تأدي هذا الدور إلى أن الدولة تجهز المنشآت بتاعتها وتجهز الأماكن تقديم الخدمة التابعة للدولة. الحقيقة أنا شايف إن إحنا يعني لازم ينظر لدور لشركات الرعاية الصحية بشكل يفيد الدولة وتبقى شريك، سواء من خلال المشاركة مع شركات التأمين في الإدارة أو المشاركة المباشرة مع الدولة في المحاور اللي اتكلمت عليها. شكرا. شكرا دكتور شريف. اتفضل فادي. اتفضل. وهي واضح، أنت عارف حضرتك أنا يمكن ليه قلت المشروع القانون نظام التأمين الصحي الشامل في الأول قصدت إن أدي إيجاز فيه كده، لأن إحنا الفلسفة اللي عملها القانون إن خد جميع المواطنين كل المصريين يغطي جميع الأمراض بغير سقف، فخد نظام شامل في كل حاجة. حاجة مرعبة، مرعبة يعني. مع جميع الناس، جميع الأمراض، مع تغطية بدون سقف. ده اللي خلى اللي احنا عندنا بندور على بدائل. يا
يعني عمال اقف في النظام. عشان كده بقول عليك انت يعني زنقه القطاع عندي ان انا بدور على حاجه. تعرف دخلت قاعه بقى قلت لي دور بره القاعه دي على ازاي تشوف تسمع مني. فاعتقد ان الموضوع محتاج نشوف هل ده امثل نظام ولا في افكار اخرى. انا يعني دي اللي ده هل ممكن نحط استثناءات معينه نحط سيلينج نفكر في بدايل ولا هذا النظام اصبح علينا ان احنا ندور على بدايل اخرى في الوضع الحالي مش هتغير. اذا كان الوضع الحالي موجود مغطي كل الناس واعتقد لما نتابع البيست براكتس في العالم كله يعني ان لقينا تجربه زي كده هتبقى قليله قوي. يعني محدش خد كل الامراض لكل الناس لكل التغطيات لكل حاجه. نموذج هايل بس في الاخر ان قدرته على يعني على المشهد محتاج يشارك مع القطاع الخاص عشان نقدر نحقق النموذج الامثل اللي موجود. النقطه الثانيه السؤال بقى للدكتور ايهاب ايه هي الخدمات الطبيه التكميليه غير حشو الاسنان اللي ممكن يقوم بها القطاع التامين الخاص عندنا في مصر؟ انا حقيقه بدور انا مش طبيب فانا قانوني فقلت اسال حضرتك فيها. طيب انا بس انا المفروض ما تسالش انا المفروض اسال بس حاجه. ايوه انا قلت اسالك بقى عشان غير. اولا بشكر دكتور شريف فتحي يوسف على كلمه حضرتك والافكار اللي حضرتك طرحتها. قبل طيب ما يعني اطرح الاسئله واسمع على اسئله حضراتكم ارد بس على سياده المستشار. هو عموما يعني الاسنان مهمه برضه طبعا. بس حشو الاسنان ده كثره الاسنان برضه هيستفيدوا يعني. لا يا فندم اولا طبعا حزم الخدمات المكمله والمساعده والتي تسمى كومبلمنتري وسبلمنتري برودكتس الحقيقه ديت اخذت مني انا شخصيا اهتمام على مدار الثلاث سنين ونص اللي فات وزرت على حسها 12 دوله زي ما حضرتك تفضلت عشان نشوف البيست براكتس ونشوف ما هو دور قطاع التامين الطبي الخاص في هذه الدول من امريكا الجنوبيه لاسيا لاوروبا. الحقيقه شفنا تجارب كثيره جدا منهم ما ذكره مثلا الاستاذ علاء زي انه رفع درجه الاقامه لان حضرتك القانون بيقول ان المنتفع يدخل في غرفه ثلاث اسره او سريرين. قطاع كبير هيكون عايز يخش في غرفه درجه اولى مفرده. الكيو وهي قائمه الانتظار الحقيقه الدكتور شريف ذكر ان هم بيبقوا شهرين وثلاثه. يعني ازيدك من الشعر بيت في انجلترا مثلا في الان اتش اس وهو نظام يعني عتيد القلب المفتوح 12 شهر. في كندا تغيير المفصل 18 شهر الويتنج ليست. فطبعا وده شيء احنا متوقعينه جدا انه يحدث في مصر طبعا للاعداد المهوله وقله الجهات الطبيه المقدمه للخدمه التي يجب اولا وانا شايف ان دوت التركة الأساسية أن تسجل ثم تعتمد من الهيئة العامة للرقابة الصحية. ده الحقيقة رقم اثنين. رقم ثلاثة طبعا في مجموعة من الخدمات اللي بتحتاج خبراء مثلا دي بيغطيها التأمين الطبي الخاص وخلافه يعني هنخش في تفاصيلها. فهو الحقيقة لا هناك دور بيقوم بقطاع التأمين الطبي الخاص بالإضافة إلى إدارة الشبكات الطبية وده برضو أحد الأدوار لأنه مش كل مقدم الخدمة هيبقى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. هيبقى في مقدمين خدمة أخرى قد ياخدوا كمان الترخيص والتسجيل في هيئة الرقابة الصحية ويتعاقدوا ويكون ضمن المتعاقدين مع منظومة التأمين الطبي الخاص. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هيقدمها قطاع التأمين الطبي الخاص. فلا يعني الحقيقه المجال انا شايفه واسع جدا وده كل ده بالاضافه الى ما يسمى به طبعا الدبل انشورنس اللي اشار اليه برضه استاذ علاء اللي هو المواطن بيبقى مؤمن عليه في شركه تامين طبي خاص بالاضافه الى ما تقدمه الدوله له في بعض الخدمات. ويذكرني في هذا احد اهم النماذج ان شركات التامين بتقدم مثلا برنامج متخصص للان بيشنت بس. فالمواطن بيبقى كفرد بالمنظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بزيارات الأطباء وصرف الأدوية والأمراض المزمنة والتحاليل والأشعاعات وخلافه اللي احنا بنسميها الأوت بيشنت سيرفيسز. لكن لما يجي يخش مستشفى يخش على
يستخدم وثيقه التامين الطبي الخاص اللي بتقدمها له، وده هيبقى في شبكه محدده من مقدمي الخدمه من المستشفيات، وبكده يقدر يخش على درجه الاقامه اللي هو عايزها، يقدر ما يستناش كيو، ويقدر ان هو يعمل العمليه اللي هو عايزها بتبقى على حسابه في توقيته هو. فلا طبعا القماشه واسعه وتاخد لها جلسه لوحدها بنيجي نتكلم في هذا، ويمكن زي ما ذكر الاستاذ علاء وحضرتك كنت مشرفنا سياده المستشار، ده اخذت مننا يومين طبعا. في الورك شوب اللي احنا عملناه في الاقصر، وعلى فكره يعني ان شاء الله الجوله القادمه من المناقشات دي ان شاء الله هتتم باذن الله تعالى في برضو فبراير السنه الجايه ان شاء الله. لو في اي تساؤلات اتفضل دكتور وليد. لا في مايك اهو. صباح الخير، شكرا لحضراتكم جميعا المنصة، وشكرا لجميع الحضور. أنا عندي سؤال مختصر يا دكتور إيهاب، وهو الحقيقة لحضرتك، لأن بسأله لحضرتك بصفتك المتحدث الرسمي عن هيئة الرعاية الصحية، إضافة للي حضرتك ذكرته ردا على سعادة المستشار رضا عبد المعطي في مجالات الطبية التي يمكن لقطاع التأمين الطبي الخاص أن يساهم فيها. أنا الحقيقة عايز أسترجع مع حضرتك الموقف فيما يتعلق بالترشيري كير، هي خدمات الصحية، دايما بنقول في الخدمات الصحية الرعاية الأولية برايمري كير، وبعدين في مستوى أعلى للسكندري كير في العيادات التخصصية والإنبيشنت، لكن للحالات الطبية الأكثر تعقيدا اللي بيشار إليها بالترشيري كير، ودي بتبقى حالات ربما تكون قليلة نسبيا في العدد لكن باهظة جدا في التكاليف. أنا معلوماتي العامة أنه يعني أيضا فيها مجال في خلال التوصيف الحالي، لأن لها قيود، ولو حضرتك ألقيت عليها ضوء أكتر يمكن نقدر نشوفها بشكل أدق، وشكرا لكم. شكرا دكتور وليد، مشاركتك دايما إيجابية. فيما يتعلق طبعا بالترشري كير، مش هنقول أن عليها قيود، لا، هي منظومة تأمين صحي الشامل طبعا بتغطي علاج جميع الأمراض، ولكن هي فعلا القيود قد تكون في عدم توفر الخدمة. احنا ساعات واجهنا، وده حصل فعلا، واجهنا فعلا في بورسعيد ان بعض الخدمات غير متوفرة في المستشفيات المتعاقدة، فازاي ان احنا بنطلع نشتريها من مقدم خدمة غير متعاقد، اضطرينا ان احنا نعمل كده. دي فعلا زي ما حضرتك تفضلت هتبقى احد الحاجات اللي يقدر يقوم بيها قطاع تامين الطب الخاص عن طريق وثائق معينة، يقدر ان هو من خلال الشبكة الطبية المتعاقد معاها، واللي طبعا يعني كلها من يعني المستشفيات اللي على المستوى الاول حتى ضمن تقييم هيئه الرقابه الصحيه، فعلا بيكون لهم هذا الدور. وانا اعتقد دي من الحاجات برضو اللي احنا كنا ذكرناها، ان هو طب ماذا يحدث في حاله تعذر تقديم الخدمه، مين هيقدر يقدمها للمواطن؟ ويمكن ده هو احد الحاجات اللي ممكن يتعمل فيها ريمبيرسمنت، سواء مع مقدم الخدمه شخصيا او مع شركه تامين لم من خلال الشبكه الطبيه بتاعتي. اشكر حضرتك، تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للساده الحضور، مع المستشار الكريم رضا بيك عبد المعطي، الاستاذ علاء الزويري، دكتور ايهاب ابو المجد، والدكتور شريف. هو انا بس الجزئيه الاولانيه هقولها للاستاذ علاء، موجهه للاستاذ علاء ودكتور ايهاب ودكتور شريف. في تصوري يا سام بالنسبه لعمليه التامين الصحي، احنا في عندنا قصور في حملات التوعيه بالتامين الطبي وفوائد اللجوء لشركات التامين من خلال شركات التامين او شركات الرعايه الصحيه. ده في جاب كبير جدا، اصل ما فيش حملات المواطن بيقدر يعرف غير اللي بينزله عشان يبوله. الجزئيه الثانيه بالنسبه لدكتور شريف، اصل في جزئيه سرعه الخدمه، انا هتكلم من خلال شغلي في التامين. سرعه الخدمه بتبقى عباره عن العرض الكوتيشن اللي تقدم للعميل بالتيبل اوف بنفيت بعدد العاملين، بيبتدي بيشوف الخدمه بتاعته بياخدها خدمه مباشره ولا بياخد خدمه بتحويلات، ودي القصه ديت ان هو بتبقى السيركل، فعميل هيبقى مختلف مع التامين، منظومه التامين الصحي الشامل البسيط زي المتوسط زي الكبير، كله هيبقى واحد. فبالتالي هنا احنا متعودين على سرعه خدمه بس متصنفه، طب احنا مع الدوله هنعمل ايه؟ ده الجزئيه الثانيه. اما كانت الجزئيه الرئيسيه بقى كانت لمعالي المستشار رضا بيك عبد المعطي، واحنا ممكن حضرتك يتم التنسيق مع الجهات المختصه سواء من وزاره الصحه او وزاره الداخليه او وزاره الماليه، طبعا برعايه الهيئه العامه للرقابه الماليه، على اساس ان احنا نشوف شركات التامين تقدم جداول للمميزات، وتبقى حضرتك التامين الطبي موجود على البطاقه الشخصيه.
اسم شركة التأمين موجود على البطاقة حسب الرسوم. هو احنا بنتكلم في مشروع دولة، فهتبقى ان هو اتقسمها لما الدولة هتيجي تفعل المنظومة، انا مجبر كمواطن ان انا اروح اغير البطاقة بتاعتي عشان يبقى موجود على الباركود بتاعي شركة التأمين، او ما دفعتش الاكسترا فيز عشان ادخل تبع مظلة شركة التأمين او شركة رعاية صحية بمزايا افضل، فبالتالي انا خدت المنظومة العادية اللي هي بالتالي هتتيح للمستشفيات كلها ان هي بتقدم القرار دوت او بتطبق المعايير المنصوص عليها طبقا للباركود الموجود في البطاقة. الجزئية التانية لو بنعمل وثائق السفر، فاحنا وثائق السفر ليه برضو ما نشرعش مع جواز السفر اللي بيبقى مدته 7 سنين يبقى موجود معاه وثيقة ترافل انشورنس 7 سنين. مجمعة هتحل علينا هيدك كتير جدا، وفي نفس الوقت هتدير عائد للدولة، ان احنا اساسا هدفنا ان احنا نرفع الناتج القومي للدولة. وشكرا. شكرا لحضرتك. ابتدي باستاذ علاء. وعي المواطن المصري الماركتنج كامبين. هو التأمين الطبي عموما يعني لازم فرق من حاجتين، التأمين الطبي الفردي والتأمين الطبي الجماعي. التأمين الطبي الجماعي ده في الغالب، وهو ده يمكن اغلب، احنا اتكلمنا على اقساط حوالي 8 مليار، دول اغلبهم تأمين طبي جماعي، لان ده جاي من الشركات بتحافظ على الموظفين بتوعها، وهي بتروح لشركات التأمين وتعمل معاها او وثائق تأمين، او للناس اللي بيقدموا خدمات طبية تعمل معاهم عقود شبه وثائق التأمين. ولكن ده التأمين الجماعي. التأمين الجماعي غالبا انت مش محتاج تعمل فيه وعي، لان غالبا صاحب العمل من ضمن المزايا اللي بيديها للموظف بتاعه او العامل اللي عنده ان بيديله تأمين طبي، وده يمكن البلك الاكبر في الاقساط. طبعا في حجم اقساط في التأمين الفردي، ولكن التأمين الفردي هو ده اللي قايم على الوعي، واعتقد شركات التأمين الطبي بتعمل مجهود فيه سواء الممتلكات منها او الحياة انها توعي الناس باهمية التأمين الفردي. ولكن زي ما قلت يعني قد يكون، انا ما اعرفش الرقم ده هقوله صح او لا، يمكن 80 او 85% من حجم الاقساط جاي من التأمين الجماعي اللي هو في الحقيقة مش محتاج توعية كبيرة. شكرا استاذ علاء. دكتور شريف. هو طبعا بالنسبة للموضوع بتاع قوائم الانتظار دي شغلانة كبيرة يعني. قوائم الانتظار هتتحل اذا كان القطاع الخاص له وجود من خلال وجود شركة تأمين خاص، وبالتالي نقدر ان احنا نسهل عملية تقديم الخدمة الطبية من خلال الشبكة بتاعت شركة التأمين اللي احنا يعني لو الراجل ده عنده تأمين خاص نقدر ان احنا نسرع له من خلال الشبكة الخاصة. المشكلة ان دلوقتي القطاع الخاص عشان يشتغل في هذه المنظومة محتاج الى تسعير مناسب. حضرتك عارف احنا اكبر مشكلة عندنا بتواجهنا في زيادة اسعار الخدمات الطبية كل سنة، احنا بندخل في يعني حوارات مع مقدمي الخدمة عشان زيادة الاسعار. وبالتالي القطاع الخاص انا في تصوري الشخصي ان احد الحاجات اللي قلقه مقدمي الخدمة الطبية هو في تحجيم الاسعار ووضعها في قالب، وان الدولة بتشترط ان هذا هو الرقم وغيره هي مش هتغطي. لو انا النهاردة القطاع الخاص اطمئن الى ان في امكانية لان هو يبقى في دولة تغطي السعر اللي هي قايلاه وفي حد تاني يغطي الجزء الاضافي، اعتقد ان ده هيشجع القطاع الخاص ان هو يدخل، وسيكتور كبير جدا من الناس هيبقى راغب في ان هو يشتري بوليس التأمين الخاص في ظل وجود منظومة القطاع منظومة التأمين الصحي الشامل. يعني هيبقى عنده جزء الدبل انشورنس اللي كان الدكتور قاعد بيتكلم عليه، عنده جزء متغطي من الدولة وجزء متغطي من القطاع الخاص. الحاجة التانية برضو لما بيبقى عملية التجزئة بتاعت الخدمة، يعني النهاردة انا لما ابقى مسؤول عن مثلا محافظة من المحافظات، قطعا هيبقى عندي صورة لمين بيقدم الخدمة دي في اكتر من حتة وفي اكتر من قطاع، واقدر ان انا اتواصل بسهولة عن ان الموضوع يبقى مركزية. في مركزية يعني احنا على شغلنا اليومي بنحل مشاكل كتير قوي نتيجة ان الصورة بتبقى عندنا واضحة وعندنا اتصال بجهات متعددة وعارفين امكانية الجهة دي في تقديم الخدمة. اعتقد ان دي برضو ممكن تساعد في الاسراع في تقديم الخدمة لمن يحتاجها وعنده فترة انتظار. شكرا دكتور شريف. سيادة المستشار. بالنسبة لي التأمين
وثائق السفر اللي كان مرتبط بجواز السفر. اتذكر ان في علاء بيه كان جات لكم احدى الشركات كانت تقدمت بعرض، طلبت اعداد دراسه، تقدمت بعرض ليه ان يبقى وثيقه التامين مرتبطه باصدار جواز السفر. الموضوع جالنا في الهيئه ودرسناه، لقينا انك عشان تخلي اللي يطلع جواز السفر يبقى ملزم بوثيقه التامين بقى ده تامين اجباري، والاجباري قدامه حاجه من الاثنين، لا اما يبقى بنص في قانون صريح وضمن التامينات الاجباريه اللي احنا حاولنا في مشروع القانون التامين الجديد حطينا حاجات على سبيل 11 نوع على سبيل المثال مش الحصر، انما بيجوز لمجلس الوزراء ان يجعل تامين ما لاعتبارات اجتماعيه اجباري، وده لسه ما طلعش مشروع القانون في الوضع الحالي، ان ده يبقى من ضمن اشتراطات اصدار جواز السفر، ودي سلطه من سلطات وزير الداخليه ان يقدر يقول والله جواز السفر عشان يطلع لازم يبقى فيه مستند 1 2 3 4، يبقى يخلي انك عشان وانت بتاخد السفر تجيب وثيقه السفر بدل ما تستنى وانت من اثناء المغادره، يبقى وانت بتاخد جواز سفر وتبقى صالحه لمده سريان الجواز اللي هي العشر سنين او 7 سنين الموجوده. دي بتتم دراستها دلوقتي لان محتاجه دراسات اكتواريه و بعض الجوانب التشريعيه والقانونيه في وزاره الداخليه معانا، ولا زلنا في مرحله الدراسه هل ده هنقدر نعملها كده ولا هنستنى القانون لما يجي، لسه لغايه دلوقتي بندرسها وما انتهيناش فيها. لكن لو تم بقى تامين اجباري بالصوره دي منطقي ان مفيش شركه معينه هتاخدها، ان هيتم طبقا للعمل طالما بقت اجباري بنشكلها مجمعه من جميع الشركات اللي شغاله عشان تدير الموضوع مش عشان شركه واحده تاخدها. ده بالنسبة للتاني بقى حكاية بطاقة الرقم القومي تنتهاش، بس المقصود بيه معلش لا هو الموضوع ده لسه لم يحسم، هل هيبقى عندنا كارنيه خاص بالتأمين الصحي الشامل غير البطاقة ولا على نفسه ولا لا، دي لسه فيعني مش شرط يبقوا الاثنين في بطاقه واحده او يبقى لهم باركود واحد او كده، لا يعني لما يجي مرحلتها. نحتاج الموضوع دراسات تاني فيها عشان نشوفها، بس من حيث بس هي الفكره مطروحه، يعني عايز اقول لحضرتك ان الفكره مطروحه، وده ضمن يمكن رقمنه الخدمه كلها ازاي ان يبقى كله كونكتد بعد كده ببعضه ديجيتال يعني، لكن الحقيقه دي يعني لسه ليست في هذه المرحله. اشكر حضرتك استاذ ايمن قنديل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. بالتالي انا اشتغلت شويه مع الدكتور ايهاب في الموضوع بتاع التامين الصحي من داي 1، رحنا برضو لوزاره الصحه، رحنا لوزاره الماليه، اتكلمنا مع الاتحاد، اتكلمنا مع الهيئه، اتكلمنا مع الحكومه، اتكلمنا مع وزاره الاتصالات، كل الناس اللي كانت داخله في المنظومه دي كلها. الطلب اللي قاله علاء بيه على موضوع ان احنا نعمل نبقى داخلين في جوه الريكونسليشن، ده طلب من ضمن الطلبات، لان لو ما دخلناش في ده احنا خلينا نقول ان التوب اب اللي موجود في مصر مش توب اب، زي ما سياده المستشار قال احنا هنقدم ايه؟ هنقدم ناس عشان تعدي كيو وعشان تاخد ليفل اعلى في الاوضه، كل الامراض مغطاه. هتقول لي لو في تخصصات معينه مش موجوده برضو ده مش تخصص تامين طبي. في الاخر انا ممكن افتح بكره شركه زي مرحبا واروح اعملها بعيد عن كل بقى هيئه الرقابه ووزاره كل الوزارات، هبقى شركه بتقدم خدمات اسمها مرحبا للمستشفيات، وبعلاقاتي هقدر ادخل الناس بتوعي تاخد كيو اسرع، مش هعمل حاجه لان انا ولا هعمل ريكونسليشن ولا هعمل حاجه، انا هروح اقدم للشركات واقول لهم ده رقمي وده الهوت لاين بتاعي، كلموني يا جماعه وانا هسمح لكم انكم تعدوا الكيو وتاخدوا أبقى اسرع من ناس تانية، وفي نفس الوقت اعمل لكم ابجريد. ايه التامين الطبي اللي فيه؟
ده مش تأمين. التوب اب ده هنا مش تأمين. انما زي ما سيادة المستشار قال لو احنا اخترنا امراض معينة ليها سيلينج معين، لان انا عارف ان ده مش دستوري وهنخش في قصص طويلة قوي، لانه الدستور بيقول ان مصر لازم تغطي كل الناس، ما حطوش ليميت، ما حطوش امراض، وما حطوش حاجة. كلمنا في الموضوع ده كتير. بس لو قدرنا ان احنا نعمل حاجة في الليمت الامراض، انت بتقول الكانسر مفتوح ان شاء الله 100 مليون جنيه، تقول ده زراعة الاعضاء مفتوحة 100 مليون جنيه، انت كل حاجة متغطية. ايه اللي مش متغطي؟ مفيش. اللي مش متغطي لغاية النهاردة اللي بنقول عليه توب اب هو بس الكيو والابجريد، ولو في تخصص مش موجود. دول مش تأمين طبي صريح. دول انا ممكن اروح افتح شركة برة واعملها زي ما بقول لحضرتك مرحبا. ايه اللي ممكن نعمله مع بعض؟ ان احنا نضمن الريكونسليشن انها تخش، ان احنا يبقى طرف ثالث في النص اللي هو شركات التأمين الطبي، انها تاخد العميل كقطاع خاص وهي اللي تتعامل مع الدولة، وهي اللي تضمن للمستشفيات ان الفلوس هتتدفع، وهي اللي تعمل الريكونسليشن مع المستشفيات. ده جزء. والجزء الثاني ازاي نحدد سقف للامراض او للسيلينج او انواع معينه، وتسيب الباقي سبجكت للشركه التامين انها تسعره. انما انا هسعر ايه دلوقتي؟ هسعر ابجريد دي سيرفيس مش تامين خالص. ميرسي جدا. شكرا. شكرا ايمن بيه. لا خلي معاك المايك لو سمحت. من خبره اكسا في فرنسا، وهي اولموست شركه حكوميه، وفرنسا فيها نظام تامين صحي اجتماعي على فكره، هو غير شامل، نظامهم غير نظام اكسا. بتعمل ايه في فرنسا؟ ايه دورها؟ في ليميت، في ليميت في سيلينج، وفي ليميت للامراض غير مش بس موضوع الكيو. بتقدم توب اب للسنان، بتقدم توب اب للامراض الحرجه، بتقدم توب اب لحاجات كتيره جدا. يمكن هي مغطيه وداخله مع النقابات في الموضوع ده، فهي مغطيه حاجه يعني الدوله في فرنسا مش مغطيه الامراض الحرجه، مش كلها ليها سيلينج، ليها سيلينج مش كل الامراض. نجيب التيبل اوف بنفيت ونبص على الامراض. ولو المواطن غير القادر عدى السيلينج يعمل ايه هناك؟ ومش لا. قادر مش قادر يشترك مع شركه التامين. تاني انا بتكلم على الناس، انا مش بتكلم على الدوله، انا بتكلم على الناس اللي هتشتري التوب اب. لا لا انا عايز اشوف الدوله هناك مقدمه ايه. ما هي برضو مقدمه بتشيل بتعين شامل. لا لا عادي جدا، ما اي دوله عندها ناس بتديها بتساعدها. حتى امريكا بتساعد الناس الهوملس اللي في الشارع، بتدخلهم مستشفيات في كل الدول العالم. انا ما بتكلمش على ان انا العالم كله يتغطى. انا تاني بتكلم على الناس الانشورابل، الناس اللي هتيجي تشتري منك تامين. ماشي. انا ما بتكلمش على عامه مصر، ما بتكلمش على 100 مليون. انا بتكلم على النهارده الناس اللي عايزه تشتري منك تامين. هروح ابيع لهم بس كيو وابجريد؟ ده لسه بساله. طيب بس قصدي هناك الدوله مغطيه كل الامراض لكل الناس. في فرنسا لا، في في إيه بقى؟ في سيلينج، في سيلينج. ولو انت غير قادر دي حاجه تانية. يعني اهو في عندك الدوله بتعينك. استاذ شكيب بيقول لا كل شيء مغطى، مش كده؟ طب المايك هنا يا جماعه. انا اسف على التعقيب، بس في فرنسا لما واحد مواطن فرنسي او مقيم فرنسي، اي شخص مقيم بصفه قانونيه على التراب الفرنسي، لما بيدخل لمستشفى كل مصاريفه مغطيه. شو هو الفرق ما بين التامين الصحي اللي موجود في بلداننا والتامين الصحي اللي موجود في فرنسا؟ هو ان التامين الصحي اللي موجود في فرنسا هو تامين تكميلي، مش هو تامين يبتدي من الصفر. انت لما اي واحد مثلا عنده نظام اللي هو سيكوريتي سوسيال اللي هو الضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي ما فيش سيلينج في الضمان الاجتماعي. ان شاء الله تكون العمليه فيها بتكلف مليون دولار او مليون يورو بالاحرى، بتغطي المستشفيات. والدليل على هذا انه اغلبيه الناس، مش اغلبيه، 90% من الناس بيروحوا للمستشفيات العامه، بيروحوا بخصوص الامراض المستعصيه، مثلا جوستاف روسي بالنسبه للكونسير لا قدر الله، او شيء من القبيل في باريس بالنسبه. فبالتالي ما في شيء اسمه سيلينج. الناس لما بتاخذ تامينات اللي هي تامين الطبيه بتاخذها كنوع من الرفاهيه، كنوع من انه والله انه انسان بيشتغل بشركه، انسان عنده امكانيات الى اخره، فبياخذ هذا التامين. لا بيكون عنده والله انه بيكون عنده ابجريدنج، بدل ما بيكون مثلا انه والله في الغرفه كذا كذا، بيكون غرفه اكثر شويه الى اخره. وفي اشياء مثل الاسنان، مثل النظارات، مثل الاشياء اللي هي تكميليه. اما ما هذا التامين جميع الامراض وليس فيه سقف ابدا.
لان المستشفيات حكوميه بالاساس، لان المستشفيات الكبيره في فرنسا هي سي اش يو سنتر اوسبيتالي يونيفرسيتير اللي هي المستشفيات الجامعيه. شكرا. شكرا استاذ شكيب. حابب يشاوروا لي احنا كده الوقت. وفي جزء برضو مهم بالنسبه للكوبيمنتس، يعني برضو تغطيه الكوبيمنتس. يعني في ألمانيا مثلا في اشتراط لكوبيمنتس في خدمات معينة، ولو دخل المستشفى يبقى بيدفع 10 يورو في اليوم عن الغرفة. لو بتقوم شركات تأمين بتغطية الكوبيمنت بالضبط. تمام بالضبط. انا الحقيقة بس عايز استغل فعلا وجود ما شاء الله شركات عالمية موجودة معنا. يا ريت برضو ورقة من عند حضرتك برضو ايمن بيت عن تجربة التأمين في فرنسا ازاي، تجربة او ما هو دور القطاع الخاص هناك من واقع شركة حضرتك طبعا. يا ريت تضاف وترسل الى الاتحاد، والاتحاد ممكن يضمنها ضمن يعني انا بس يعني انا بس باكد على كلام ايمن، هو طول ما في التامين المنظومه بدون سيلينج احنا دورنا هيكون في ريمبيرسمنت او في الكو بيمنت او في الكومبلمنتري برودكتس مش اكتر من كده. لكن طبعا هو لو اتحط سيلينج اكيد احنا دورنا هيتغير بشكل كبير. يعني وانك تتولى التسويات، تتولى التسويات، يعني انت كمان التسويه اللي في النص دي بتفرق كتير. طبعا يا ريت كل دوت يتم تضمينه في المقترح ويتم دراسته، ويا سلام لو يعني يعضد زي ما بيقولوا كده بتجارب دول اخرى. كل دوت بيدي قوه يعني للمطلب، فيعني نتمنى يكون في ورقه بالخبره دي. دكتور ايهاب الكلام ده متقدم في وزاره الماليه كمان عن تجربة الهند بالكامل اللي اوريدي كانت عكس عاملاها. انا عارف. فالكلام ده كان محطوط بكل الهند متغطية ازاي. تمام. وايه اللي شركات التأمين بتشتغل عليه، وايه اللي شركات او ايه الحكومة بتشتغل عليه في الهند. وده كله احنا على فكرة بنستفيد بيه جدا، ولو حاجة تحب تعمل ابجريد او ابديتنج لاي معلومة يعني يشرفنا طبعا تلقي هذا. انا بشكر السادة ضيوفي في الجلسة الاولى، دكتور شريف فتح يوسف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة عناية مصر، استاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتامين، سياده المستشار رضا عظماطي نائب رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه. بشكر حضراتكم، واعتقد دلوقتي في بريك مش كده ولا ايه؟ اوكي. بشكر حضراتكم على الجلسه، وبشكر كمان الحضور على الفاعليه والمساهمه في الحوار في الجلسه اللي تابعناها. ودلوقتي ميعاد التكريم الخاص من اللجنه المنظمه لدكتور شريف، ودرع التكريم معانا.